جهاز أكشن 2 يساعد في تضييق المهبل بطريقة غير جراحية، وهذا يوفر الطلب المتزايد للمرضى لعمل التضييق بدون التعرض إلى الجراحة، والتي تحتاج إلى الخضوع لبنج عام في أغلب الأحيان وفترة نقاهة طويلة، مما يتوقف عن فعالياتها اليومية وأيضا توقفها عن العمل. بالنسبة لجهاز أكشن 2 تستطيع أن تعمل الليزر وبعد انتهاء بدقائق تمارس حياتها كاملة، وحتى العلاقة الزوجية تمارسها بعد 24 ساعة.